السلام عليكم. كنتمنى تكون عواشركم مبروكة، ويا ربي باش تمنيتو، وعيد مبارك سعيد علينا وعلى جميع أمة المسلمين. المهم، وصفة اليوم هي البانكيك بطريقة احترافية ومثل الطريقة الأمريكية. على بركة الله، عندنا 3 بيضات، البيض غادي يكون على حرارة المطبخ، غادي نزيدو 2 معالق كبار ديال السكر، ما يكونوش عامرين بزاف، عندنا ما نديرو السكر بزاف، حيت أصلا غادي تعملو مع نوتيلا ولا العسل، ولا كيفاش الواحد كيفاش كيبغي يدير هذا. المهم، غادي نديرو واحد نص، واحد معلقة صغيرة ديال الفانيلا، يبقى عندي واحد شوية هنايا، معلقة صغيرة، صد الملح وشوية رشة، المهم غنضربو مزيان حتى الخليط يبيض. كنزيدو نص كاس، المهم الكاس باش عبرتي يكون واحد، الا كنتو كتعبروا بالكاس ديال العنبه غادي تستعملوا كاس العنبه في كل شيء، القياسات يعني في الحليب وفي، المهم غادي نديرو كاس، تقدر دير غير كاس الزيت او كاس نص كاس، سوري نص كاس ديال الزيت او الزبده، او جاست نص كاس ديال الزيت. انا كيعجبني نخلط الزيت مع الزبده، كتعطي واحد النسمه زوينه للبانكيك. غنضيفوه، نديرو تحريكه خفيفه، كاس ديال الياغورت الطبيعي، كاس انا تشوفوا راه عبرت بنفس الكاس كلشي المقادير، هاد البانكيك ما تشبعوش منه، بحال ديال المطاعم، بحال البانكيك الامريكي. كاس الحليب، كلشي هاد المقادير كيكونوا على حرارة المطبخ، البيض والحليب واليوغورت كلشي على حرارة المطبخ. نحيدو هادو علينا،
رقيق، عندنا جوج كيسان ديال الدقيق. الكاس الثاني ندير نص، وهاد المسيس اللي بقى غادي نزيد عليه خميره بالحلوه. انا غادي ندير معلقه صغيره، ولكن نتوما غديروا معلقه كبيره، غديروا معلقه كبيره حيت انا هاد الدقيق اللي عندي ديجا فيه الخميره، ولكن غادي نستعمل معلقه كبيره. شفتوا معلقه كبيره، كنعاود ناكد نتوما غتستعملوا معلقه كبيره. اذا عندكم بحال هاد الدقيق اللي ديجا فيه الخميره استعملوا غير الصغيره. كنتمنى تفهموني. غادي نخلطو شويه هكذايا، او درتو هنايا anyway. غادي ناخذ بيكربونات، بيكربونات الصودا ديال الحلويات. عندكم ولا ديروا البيكربونات ديال باش كنحكوا الماء الا كنقي، نديروا غير ربع، يا ربيع ربيع. ماما بغيت نخلط حتى الخميره هنايا ساعه، ما عنديش شي مشكل، ماشي يعني ضروري ديروا هاد الخطوه. المهم انا غادي نكب كلشي هنايا واحد الخطابه هنايا. كتشوفوا الخليط حتى كيكون ما خفيف ما ثقيل. الا جاكم شويه ثقيل بحال انا بان ليا غادي نزيد ليه شويه الحليب، على حسب الدقيق اللي عندي. هذا كيشرب نزيد شويه شويه، نحرك غير بيدي، نزيد غير شويه الحليب باش يكون شويه خفيف. سيجي شويه جاري، ما خصوش يكون ثقيل.
بحال ديال داك خيط تقريبا تقريبا يكون حتى القوام ديالو ما يكونش ثقيل هكذا وما يكونش خفيف. اوكي يلا غادي نخليه يرتاح واحد 15 دقيقه وغادي نرجع معكم ونشوفوا النتيجه النهائيه ديالو كيفاش غنطيبوه. المهم غادي نبدا دابا بالطياب. ندير وحده الاولانيه بسم الله كتكون جارية بحال البغرير. نقصو شوية العافية غير شوية تشد فراسها وقلبوها. خليها باقي شوية الأولانية صوبتها فرشو ديال شي حاجه ماما غير كتشوفها شدات فراسها شويه. هنا بغينا اختي بغرير ها حنايا. ولا ولا تفرقعات اخويتي تفرقعات خصنا نضربو بيها غير بشويه ندورها غير بشويه. ديوش في الشكل بزاف مع ضربت بيها ما خصنيش نضرب بيها ديك الضربه هكذاك غير بالخواطر. في الجاع انا كلشي هادي خيط الكل ديال زوين. لما نحاولوا نديروا هادي ديال الشوكولا نشوفو كي غتخرج. خلطة العلم غير بشوية باش ميزيدش عليه الحليب حتى شوية تقيلة. معليش تحركوها بيديكم كدا إلا بغيتو شي معلقة نشاور عليها ما نضربوش بيها كما كما داخل الاخرى. المهم كتبان لكم ثقيله زيد المهم يكون القوام يكون القوام بحال ديال البغرير القوام ديال البغرير. اوكي قوام ديال البغرير قوام ديال البغرير. الله
غنديرو حدا اخرى. نبداو نسحو هذا شويه بالزيت. غنوريكم هذه دابا فاش كتكون العجينه جاريه روعه، ما تحتاج لا معلقه لا والو. نقص عليها العافيه. نستناها شويه حتى تشد في راسها وقلب. يلا غنعمل معكم هذه. يلا بسم الله كتطلق. خليها حتى تشد في راسها. ديال الشوكولا شتوها، يعني الجاريه قد ما كتكون العجينه جاريه كتكون حسن، ما كتحتاجش زعما تسرحها بمعلقه. شفتو هكا شفتو راسها. يعني دابا نحاولوا غير بمهل. اوكي يعني شتي تخبط ليا في انا. المهم هادي نزيد شويه الحليب غير شويه عاود كتبان لي بحال قصاحت شويه. نتوما عينكم ميزانكم. يلا هاد الاولى شوكت ندوق معكم نقول لكم الرأي ديالي. شوية شوكولا يمه يا خواتي. هاهي يا خويا يا مي تاكل وحده ما يعاودش باقي تاكلها زين. يلا غادي ندير معكم واحد البانكيك ديال الشوكولا دابا بالمذاق الشوكولا هكا خفيف ظريف. خليوه هكدايا ندير ليه القزيبه نخليوه شويه تيشد في راسو حيت فاش كتهزو مازال ما طاب فاش كتقلبو كيتشتت كيخرج لك من الجناب بحال كيتفرقع. هنايا يلا اخويا شد في راسك باش ندورك نوريوك المشاهدين. يلا واقيلا انا كندير بغرير، هذا ماشي بانكيك واقيلا بغرير غير ضحكين. هاكي ينشف والحراره تكون مهيله شويه باش ما يتحرقش. انا عندي هاد المقله ما كتحرقش. غنتسنى عليه غير هنايا شويه ونحيد ونقلبو. باقي خاصو يشد شويه في راسو. كيبان لي بحال الا شاد فراسو شويه
كنتكل على الله ونقلبو. خاصني نقص عليه هذا، داير عليه دايره بخمسة. عندي هذا التلت سعود ديال باش كتزيدي وكتنقصي في الحرارة ديال الفران. انا دايره في خمسة وشوف انا هبطتو دابا لاربعة. شتي كي كيكون نجربو هادي. يلاه دابا غادي ندير لكم وحده اخرى في العاديه ماشي بالشوكولا، عاديه جدا. هذه راه نقصت عليها حتى الاخير، حتى الثاني ندير فيها ثلاثه، قربت ندير جوج. انا ما بغيتهاش تحمر بزاف، هادو اصلا محمره حيت اوريدي راه فيها الشوكولا. خليوها تشد في راسها شويه. راه انا بالنسبه لي التجربه ديالي مع البغرير وهذا البانكيك، انا كيبان لي البانكيك فراجيل ماشي بحال البغرير، فهمتوني؟ البغرير ساهل ساهل حالو يخرج مخرج ومتقب مزيان، هذا شويه صعيب صعيب الحل ديالو، يعني كيفاش كيفاش يخرج في النهايه خصك تكون واقيلا بروفيسيونيل. واخا زعما المقادير ديالو زعما ساهلين و فقط دير اتونسيون فاش تقلب، فاش تقلب خصك دير اتونسيون، الضرب بيها كتشتت يعني غير على مهل. عرفتو ديك الأغنية ديال أب الهدى، أب الهدى يا البانكيكة ديالي ما تفرقعيش، هالعار هالعار ما تحشمينيش. اه شتي اش كنقولها؟ شفتي شفتو هنا تفرقع بالحق، ماشي مشكل، غادي نقطعها غنقدو ديكوري، المهم لا للضياع. شفتوها مصران؟ ها خرج، ها هو المصران، كي ماشي مشكل. اللون زين، اللوين هو هذاك، ها خمصيرين خرج. هذه هي البانكيك اللي فيها البواسر، ها هي هذه البانكيك اللي جاوها البواسر. يلا نشوفو ندير واحد النتيجه ديال التقلاب، نشوفو شنو العواقب ديال هذا المصران اللي خرج. يلا نشوفو كي دايره. تعال اختي تعالي اختي هنايا نقلبك. ماشي زعما الصراحة تقال، نتيجة مذهلة، نتيجة مذهلة مفرحة، مفرحة. واخا داك البعلول خارج ماشي مشكل، حنايا يا باقي نقد عليها ونفركس عليها ونقطع عليها دوك الجنيبات حتى تولي كتشعل. اختي 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 ناري ناري ناري، انا صافي سندوز الميريكان نتنافس معاهم. شوف 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 بانكيكا بالمصران بواسر. يب تك تك تك، يلا اختي الله يلا سربي لقينا. نتسناو فيك هنا تغطي بالتحمري. يا الله اختي تلقينا الفراجة، ويلا ما باش تحمر بالحرام. يلا نستليها في الحرارة شوية. المهم حنايا الخوت حديتو مغزل حتى نشوفو النتيجة ديال هاد البانكيكة. الله الله الله، هادي من هنا خصني ندوزها عند الطبيب يا شي قويلات. شوف بركة بركة الخوت. المهم نبداو عاود
حطنا الفينو، نشوفوا دابا شنو غادي نعملوا في هاد. ها هي الاخرى، بسم الله ما تقوسوش يا الاخوان. ها حنا غير شويه، ها انتوما نخليوها شويش على مهل حتى طيب وتشد في راسها، وديك الساعات عاد نقلبوها. هاني راه حضرتكم ونبهتكم. قد اعلم من انظر. يلا اختي انت يا اما تفرقعي يا اما ما تولي شي بحال بغريره. الله يا ربي الحبيب على هاد شتا شتا، ما خرجوش ليا دعوينات كيفاش. واش زعما فاش زدت ليهم في الحراره؟ ها هما العوينات بداو كيخرجوا. ها بانكيك بغرير، بانكيك بغرير من الطراز الرفيع. اللي ما عمرو شاف هذا الشيء يدخل يشوف. ويلي يا لهوي، يا لهوي تي نشوفو بان ليا شد فراسو. اويلي كندير احنا بانكيك في مرحلة التحول الى البغرير. يلا بان ليا باقي انتم شوفوا شو ها ها الثانية الثالثة او الثانية جوها البويسر. ها مصرانها خرج شو الشيء، شو هادشي كندير. اللي جرب هاد الوصفة يقول لي عافاكم واش ما تفرقعت ليكم او لا. لا غير انا ما عندي زهر اليوم، خليها بقى شوية. يا راه ماشي انا راه وحده اللي شفت عندها هاد الوصفه قلت راه نجربها يعني بلا ما تسبو. راه اللي سبي غنسبو. راني قلت لكم الاخوان الاخوات اللي بغى يتعلم البانكيك يدخل عندي هنايا. يا لهوي يا لهوي، انت ما بتهزاش شاد الزكار البانكيك ديال الزكار الفتلة تحمرات. فاش شبهتكم هاد البانكيك بحال شي طربوش. يا سلام، ها نتوما دابا شوف غادي نقطع ليها هنايا غتولي هي هاديك صح. والله غنقطع ليها هنا هاد شويه غتولي البانكيك. ما بلاتي وراه بلا ما تحقرو هادشي دابا، بلا ما تحقروه فهمتوني، بلا ما تحقروه. هدا بيعجبكم. ها بدات كتحمر، ها شتوها زويناتها غيعطيني الصحة تبارك الله عليا. الله يعطيني الصحة. غنشوف على قطع هنايا من دابا شي دابا غنخسر هاد. هانتوما ها شتو، يلا ماشي بانكيك. يلا الله يهدر نوريه. ها يلا ماشي بانكيك، هادي مضخمة زوينة حمرا مزيونة. نحيدها دابا. ها كوليكسيون، ها كحلها البيض هكا. عاودو وحدة أخرى. السلام عليكم. بسم الله احنا يا خوت. يلا انقلبي الى البغريرة. يلا المهم النتيجة. ها شوفوا هانتوما، ها شوفوا 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 الشوكولا الاخوان. شوف رطيط. يا سلام يا سلام. ها هانتوما كتشوفوا
وقيلا انا غادي نكمل في الطبخ، عندي موهبة في الحلويات، موهبة خطيرة الحلويات. بانكيك داكشي عادي امريكانو. سلام يا سلام، الله يا ربي. القط ديالي هنايا جا كيشمشم. اش كاين كوكي؟ بغيتي بانكيك؟ بغيتي بانكيك؟ اجي عندك البانكيك اوليدي. اش اجي يا الكبيدة، اجي يا فريتيتو. ها انتوما، ها بانكيك بغرير، اثنين في واحد. يلا نقلبوها، نخرجوا ليها مصار، نعاود تاني. يلا يلا بسم الله. آه رسول الله. ناري ناري ناري، شتي كيقول لك في الإعادة الإفادة. ناري 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 ناري، والله لا عرفتي، صافي ناري ناري، ما طرطقات ما والو. ها هو تقولي انا ما كنستسلمش، ما كنستسلمش. ناري ناري ناري، صرعتها. يا ساتر، مش هي ما صرعتهاش، نخليها شويه تشد في راسها مسكينه. كوكي كوكي، انا كنهضر مع القط ديالي وحديتو مغزل وانا معاكم في البانكيك. ها نتوما ما تحكروش البانكيك ديالي، يا طونسيون عاودني منكم. ها داكشي المقادير، ها شتو قسما بالله الا واعره. خليها باقي شويه، شتي راه كت شويه يديك كتطلق على الحاجه صافي. ها ما تفرقعات ما حتى حاجه، قسما بالله الا مزيوينه، يعطيني الصحة، يعطيني الصحة. هنايا سلامات سلامات سلامات. بانكيكات بانكيكات بانكيكات، وما تقولوش ليا ما زوينش. اه من احنا يا الاخوان، بسم الله. ياك عربة يا حياتي. يلا 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 شفتوا الجمال، نشوفوا الى ما تفرقعت هادي، يعني صافي راه انا بروفيسيونيل. اي وصفه قلتوها لي راه نديرها لكم، كنتحداكم تحديات. الى ما خرجوا مصارنها راه صافي، والله حتى انا صافي. خطيره خطيره خطيره. يلا يلا نشوفو. 1 2 3 1 2 3. شنو بديكم غتفرقع ولا ما غتفرقع؟ يلا نشوفو الاحصائيات. لا هادي بان فيها غتفرقع، خليوها باقي واحد شويه واحد شويه. يلا دابا نتكل على الله ونشوف واش غتفرقع ولا ما تفرقع. ناري 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 ناري، ما تفرقعاتش. ويلي ناري خطار، قسما بالله انا صافي. ها نتوما، ها حيت في الاول فاش شفتو هذاك 100% تقولي اش كتعرف هادي راه كتخربق. ها نتوما يا الاخوان شفتو في النهايه كيصدق هذا البانكيك، بانكيك واعر ما تفرقعش، بقى في السيفه ديالو يا حياتي. هانتوما ها، اللي بغى يدير معايا مشروع يحط ليا في الكومونتير، نحلو شي مشروع. اوكي
انا بالخبره وانتم بالفلوس. يا ما تبقاوش بحالي اخوان، ما تبقاوش بحالي، بغيت نشوف واش تحمرات ولا لا. وي دا حليليش يا حليليش، عليليش يا حليليش يا حليليش، عليليش على الكبيدة يا حليليش على الكبيدة يا حليليش. هادشي خطر. ويلي 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 ويلي، شوفو 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 شوفو، ويلي ويلي ويلي. بعتي داكشي ديال مسمنها كان التطويرات هكا ديال مسمن، وراه قلت لكم نتوما غتدخلو نتوما بالفلوس وانا بالخبرة نحل مشروع. هانتوما ها قولي لي ماشي بانكيك هذا، والعادة والعادة وعباد الله هادشي راه. وناري ناري ناري ناري. يلا ها حنا تاني، هانتوما تشوفوا بسم الله. ها حنايا كبرها شويه بعيد بلا وقيف. يا حليليش يا حليليش يا حليليش. ها انا مخبيت عليكم الاسرار ديال المينا، كلشي فرشتو شتو، كلشي فرشتو اسرار فابور ما تخلصوش عليها. يلا نتسناو هاد الغزاله تشد فراسها. يلا اختي يلا اختي يلا اختي يلا اختي، ولا تكرت حتى تنكرت تنكوال عروسة جاية راها جاية عروسة جاية راها تنكرت يلا اخيتي يلا يلا. هانتوما حديتو مغزل وغنا، كل شي موجد كل شي موجد. يلا كيفاش دوزتو العيد؟ واش كلشي هو هذاك العائلة تفركستو شتو قفاض نجلالب هزاتي حط اتاي حط القاطو هز القاطو. اجواء رائعة الحمد لله. شوفوا دابا شفتي شوية ايه تشنيتي كان شوية والسلام. ها شتي انتو معها مهم بانكيك صافي. السلام عليكم، مقولوش ليا زعما ماشي بانكيك، بانكيك اي مهم. نشوفو دابا شنو نعملو. انا بنضرب عليكم واحد البوز بيس. هانتوما ها مبقاش مغرب. هانتوما قلنا بانكيك طونسيون. يلا نقول لكم مع السلامة وشهية طيبة وحقكم في الجنة. ضلي فلوسكم باي. شوكولات ندوق معكم نقول لكم الرأي ديالي. يمه يا اخواتي هاي يا خويا نيامي. يبا يبا تاكل وحده ما يعاوش باقي كتلعب.